بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين، ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب. السؤال المقدم إلينا من الأخ سلام الياسري، يقول: ما هي الدعاء ومدى أهميته؟ لماذا يحفظ بعض الناس الأدعية ولا يحفظون آيات القرآن الكريم؟ ما مدى مصداقية النقل التاريخي لهذه الأدعية؟ وأنا أجيبه بمقطع من فصل من كتاب السنة والشيعة، وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ، الذي تحدثت فيه عن الأدعية عموماً والزيارات و يعني بعض هذه الطقوس. قلت في هذا الكتاب الذي أيضا بحثت فيه قيمة كتاب مفاتيح الجنان، وتحدثت عن ذلك ربما في حلقات سابقة. والشيء المهم في هذه الأدعية هي أنها تضفي مسحة تاريخية، مسحة دينية على أشخاص في التاريخ وعلى أحداث في التاريخ، فتجعلها جزء من الدين. عندما يعتبر الناس أن هذه الأدعية هي مثل يعني القرآن الكريم أو تشبه القرآن الكريم، ولذلك يقدسونها ويقرؤونها ويتلونها في مختلف الأوقات. قلت: يحتفظ الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بتراث ضخم من الأدعية والزيارات المنسوبة إلى أئمة أهل البيت، منسوبة إليهم، والتي يدأبون على تلاوتها آناء الليل وأثناء النهار وفي عقب كل صلاة. وهناك من الأدعية والزيارات ما يتلونها كل ساعة أو كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو في كل موسم من المواسم الدينية أو في المناسبات السنوية. ومن هنا تلعب الأدعية والزيارات دورا كبيرا في صياغة الثقافة الشيعية الشعبية وترسيخها بين الناس. ومن يقرأ كثيرا من تلك الأدعية الواردة عن أهل البيت يلمس روح الإيمان والتوحيد والخوف من الله تعالى والتوسل به وإخلاص الدعاء له، كما في دعاء الصباح المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب، والذي يقرأه كثير من الشيعة كل يوم صباحا وتبثه بعض الإذاعات مثلا الشيعية. والدعاء الذي علمه هو الإمام علي إلى كميل بن زياد، أيضا معروف دعاء كميل، يقرأ في رمضان خصوصا. أو دعاء الإمام الحسين يوم عرفة، دعاء عظيم جدا هذا. أو الصحيفة السجادية المنسوبة إلى الإمام علي بن حسين زين العابدين، وغيرها من الأدعية الرائعة التي تسقل روح الإنسان وتزرع الإيمان في قلبه وتوحد الله تعالى. ولكن كتب الأدعية والزيارات تعاني من مشكلة عامة، هي مشكلة الوضع في الأحاديث. هذه كل الأحاديث سواء عند السنة أو عند الشيعة وفي الأدعية وغير الأدعية. ولذلك نجد إلى جنب تلك الأدعية الصادقة الرائعة كثيرا من الأدعية الموضوعة من قبل الغلاة والمنحرفين والتي ينسبونها إلى أئمة أهل البيت، والتي تعبر عن أفكار وضعيها وتلعب دورا خطيرا في إشاعة المفاهيم السلبية المغالية وبث العداوة والبغضاء بين المسلمين بما تتضمن من لعن لبعض الصحابة مثلا. وقد بدأ محدثو الشيعة في تجميع تلك الأدعية والزيارات في كتبهم منذ القرن الرابع الهجري، عندما قام الكليني بتضمين كتابه الكافي بابا خاصا للزيارات، ثم قام تلميذه جعفر بن محمد ابن قولويه
بتأليف كتاب خاص بالأدعية والزيارات تحت عنوان كامل الزيارات. وجاء من بعده الشيخ محمد بن علي الصدوق الذي ابن بابوي الذي نقل عنهما في كتابه من لا يحضره الفقيه قسما من تلك الزيارات. وجاء الشيخ أبو جعفر الطوسي محمد الطوسي فجمع ما تيسر له من الأدعية والزيارات في القرن الخامس الهجري في كتاب خاص أسماه مصباح المتهجد، إلى أن جاء الشيخ محمد بن المشهدي في القرن السادس الهجري فألف كتاب المزار الكبير. ثم جاء في القرن السابع الهجري بعده السيد علي بن موسى بن طاووس فألف عدة كتب في الدعاء هي إقبال الأعمال وجمال الأسبوع وأمان الأخطار ومهمات في صلاح المتعبد وتتمات لمصباح المتهجد، وجمع فيها ما توافر في زمانه من أدعية وزيارات. وفي القرن التاسع الهجري ألف الشيخ إبراهيم الكفعمي كتابين في الأدعية هما جنة الأمان الواقية والجنة الباقية المعروف بالمصباح، هذا الكتاب يعرف بالمصباح، وكتاب آخر اسمه البلد الأمين والداء الحصين. وألف الشيخ محمد باقر المجلسي في القرن الثاني عشر الهجري كتابا بعنوان زاد المعاد ومفتاح الجنان. ومعظم هذه الكتب غير متداول بين الناس ما عدا كتاب مفاتيح الجنان، غير مفتاح الجنان، هذا مفاتيح، الذي ألفه في القرن الرابع عشر الهجري الشيخ عباس بن محمد رضا القمي، واشتهر اشتهارا واسعا لأنه مع دخول الطباعة الحديثة يعني فاشتهر هذا الكتاب حتى دخل كل بيت شيعي تقريبا. وقد قال في مقدمته أنه ألفه استجابة لطلب بعض المؤمنين الذين سألوه أن يراجع كتاب مفتاح الجنان الذي كان متداولا بين الناس ليؤلف كتابا على غراره خلوا مما احتواه مما لم يعثر على سنده، لأن ذا كتاب المجلسي كان في أحاديث بدون سند يعني. فأجابهم عباس القمي إلى ذلك وأضاف إليه أدعية وزيارات لم ترد في ذلك الكتاب، هو حط له أدعية جديدة. وقد أعرب الشيخ عباس القمي في كتابه عن امتعاضه من التلاعب بالأدعية والزيارات عبر التاريخ، حقيقة هذه يعني، واعتبر ذلك نوعا من البدعة والدس في الحديث والخروج عن المأثور. فنقل عن شيخه النوري الطبرسي يعني تعليقا على أحد الزيادات المتعلقة بزيارة الإمام حسين جاء فيه إن هذه الكلمات التي ذيلت بها هذه الرواية إنما هي بدعة في الدين وتجاسر على الإمام عليه السلام بالزيادة فيما صدر منه، وفوق ذلك فهي تحتوي على أباطيل وأكاذيب بينة الكذب، والغريب المدهش أنها تبث بين الناس وتذوع حتى تهتف بها في كل يوم وليلة عدة آلاف في مركز الحسين عليه السلام، ولا منكر ينكرها أو رادع يردع عن الكذب والعصيان. فآل الأمر إلى أن تدون هذه الأباطيل وتطبع في مجاميع من الأدعية والزيارات يجمعه الحمقاء من عوام الناس فتزعمها كتابا فتجعل لها اسما من الأسماء، ثم تتلاقفها المجاميع فتسري من مجموعة أحمق إلى مجموعة أحمق أخرى وتتفاقم المشكلة فيلتبس الأمر على بعض طلبة العلم والدين. وإني صادفت طالبا من طلبة، هذا الشيخ النور الطبرسي يقول حسب نقل عباس القمي، يقول أنا صادفت طالبا من طلبة العلم والدين وهو يزور الشهداء بتلك الأباطيل القبيحة، فمسست كتفه فالتفت إلي فخاطبته قائلا ألا يشنع من الطالب أن ينطق بمثل هذه الأباطيل في مثل هذا المحضر المقدس؟ قال
أليست هذه مروية عن الإمام عليه السلام؟ فتعجبت لسؤاله وأجبته بالنفي، وهو معمم هذا. قال: فإني قد وجدتها في مدونة في بعض الكتب. فسألته عن الكتاب فأجاب كتاب مفتاح الجنان، فسكت عنه، فإنه لا يليق أن يكالم المرء رجلا أدى به الغفلة والجهل إلى أن يعد المجموعة التي جمعها بعض العوام من الناس كتابا من الكتب، ويستند إليها مصدرا لما يقول. هذا الشيخ عباس القمي ينقل عن الشيخ النور الطبرسي اللي هو كان محدث يعني، ويجمع أيضا كثير من الأحاديث أخباري كان. ويعقب الشيخ عباس القمي على كلام أستاذه يقول: ثم بسط الشيخ رحمه الله كلامه في هذا المقام، وقال إن عدم ردع العوام عن نظائر هذه الأمور غير الهامة والبدع الصغيرة كغسل أويس القرني وهو التابع المخلص لمعاوية، وصوم الصمت بأن يتمالك المرء عن التكلم بشيء في اليوم كله، وغير ذلك من البدع التي لم يردع عنه رادع ولم ينكره منكر. هذه الحالة قد أورثت الجرأة والتطاول، ففي كل شهر من الشهور وفي كل سنة من السنين يظهر للناس نبي أو إمام جديد، فترى الناس يخرجون من دين الله أفواجا. يعني بهذه الأدعية المزورة كأنه واحد صار نبي، يقول هذا يعني من الله الدعاء، هو كذب، واحد مختلقة، فالنبي كذاب أو إمام كذاب يطلع. يعني لما تروي أنت كذب عن النبي أو الإمام يعني كأنك أصبحت نبيا جديدا. وأضاف الشيخ عباس القمي: مع ما بلغتنا من الأدعية المأثورة ذات المضامين السامية والكلمات الفصيحة البليغة، يصاغ دعاء سخيف غاية السخف فيسمى بدعاء الحب، فينزل من شرفات العرش فيفترى له من الفضل ما يدهش المرء ويبهته من ذلك والعياذ بالله. شوف شلون يسوقون لهذه الأدعية، أن جبرائيل بلغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: إني لا أعذب عبدا يجعل معه هذا الدعاء يحطه بجيبه، وإن استوجب النار وأنفق العمر كله في المعاصي ولم يسجد لي فيه سجدة واحدة، إنني أمنحه أجر 70,000 نبي وأجر 70,000 زاهد وأجر 70,000 شهيد وأجر 70,000 من المصلين وأجر من كسى 70,000 عريان وأجر من أشبع 70,000 جائع، ووهبته من الحسنات عدد حصى الصحاري وأعطيته أجر 70,000 بقعة من الأرض وأجر خاتم النبوة للنبينا محمد وأجر عيسى روح الله وإبراهيم خليل الله وأجر إسماعيل ذبيح الله وموسى كليم الله. لاحظ شلون تصفيط كلام يعني، ويخدع الناس العوام الوسطاء السذج. يا محمد، من دعا بهذا الدعاء العظيم دعاء الحب، شوف شلون يخلقون الأساطير حقيقة، أو جعله معه حطه بجيبه، بس الدعاء حطه بجيبك أنت راح تفوز بأعمال الأولين والآخرين يعني، غفرت له واستحييت أن أعذبه إلى آخره. وجدير بالمرء، هذا يعلق الشيخ عباس القمي يقول: وجدير بالمرء أن يستبدل الضحك على هذه المفتريات الغريبة بالبكاء على كتب الشيعة ومؤلفاتهم، الكتب القيمة التي بلغت الرتبة السامية ضبطا وصحة وإتقانا، فكانت لا يستنسخها في الغالب إلا رجال من أهل العلم والدين، فيقابلونها بنسخ أخرى نسختها أيدي أهل العلم وصححها العلماء، وهذا مبلغ ما بذلوه من الجهد في مداقتها وتصحيحها، والآن نجدها قد عيفت وتركت، فاستخلفها كتاب مفتاح الجنان. بدل كل هالكتب الثقافة الشيعية صار كتاب مفتاح الجنان هو الرائج والمسيطر ذيك الأيام قبل 100 سنة. هذا الكلام الذي وقفت على نزر من صفته، فيكون هو الكتاب الوحيد الذي تتداوله الأيدي ويرجع إليه العوام والخواص والعرب والعجم، هذا قبل 100 سنة،
وما ذلك إلا لأن أهل العلم والدين لا يبالون بالأحاديث والروايات، ولا يراجعون كتب علماء أهل البيت الطاهرين وفقهائهم، ولا ينكرون على أشباه هذه البدع والزوائد، وعلى دس الدساسين والوضعين وتحريف الجاهلين، ولا يصدون من لا يرونه أهلا، ولا يردعون الحمقاء، فيبلغ الأمر حيث يلفق بالأدعية بما تقتضيه الأذواق. كل واحد يجي يسوي له دعاء، وبعدين يجي الشيخ عبد الحليم الغزي يأخذ الأدعية ويعتبرها قرآن ونزل من الله تعالى. ولا يصدون من لا يرونه أهلا، ولا يردعون الحمقاء، فيبلغ الأمر حيث يلفق الأدعية بما تقتضيه الأذواق، ويصاغ زيارات ومفجعات وصلوات، ويطبع مجاميع عديدة من الأدعية المسوسة، وينتج أفراخ الكتاب المفتاح مثل مفتاح الجنان، وتعم المشكلة، فيروج الدس والتحريف، ونراهما يسريان من كتب الأدعية إلى سائر الكتب والمؤلفات يعتمدون بها، كما شوفون الشيخ عبد الحليم مثلا حفظه الله دائما كما في زيارة الجامعة، كما في زيارة كذا، كما في دعاك عم يروح حقق أمر بالأدعية والزيارات، وبعدين تعال استند إلها. هذا الشيخ عباس القمي يقول، مو أحمد الكاتب صاحب كتاب مفاتيح الجنان. وقد بذل الشيخ عباس القمي جهدا كبيرا في كتابة مفاتيح الجنان، سواء كتاب جديد، لتنقية الأدعية والزيارات ومحاولة التأكد من نسبتها، حاول أن يتأكد من نسبة الأدعية إلى أئمة أهل البيت، وانتقائها من الكتب الشيعية القديمة المعتبرة عنده. ومع ذلك فقد عانى هو مما عانت منه كتب الأدعية السابقة، حيث تسرب إليه الكثير من الأدعية المزورة والزيارات الموضوعة والمختلقة حسب عقله هو. أعتقد هذه أشياء صحيحة لأنه موجودة بالكتب القديمة، وهو ذاك أنت تبحث من الأساس، تعرضها على القرآن، تعرضها على العقل، تعرضها على العلم، تعرضها تفكر فيها شوية، تشوف سندها، وإلا لا خلاص ما دام هذا دعاء وارد عن الإمام الفلاني فصار كأنه وحي منزل. وهذا ما أثار لدى المحققين أسئلة كثيرة عن صحة عدد كبير من الأدعية والزيارات الواردة في كتاب مفاتيح الجنان، والتي ينقلها القمي عن كتب قديمة بلا تمحيص أو ذكر للسند، هو نفس الشيء سوى يعني، وإنما اعتمادا على ورودها في كتب مشايخ الطائفة الأقدمين. وهذا نهج أخباري حشوي قديم ابتلي به المسلمون عموما والشيعة خصوصا تحت شعار التسامح في أدلة السنن. بس يقول مستحب هذا دعاء، ما في واجب وحرام، فمو مشكلة تبحث في السند ماله بعد. هذا قاعدة عندهم، التسامح في أدلة السنن، ومن هاي القاعدة احنا وقعت علينا مصايب. إذ كان الكثير من المحدثين من السنة والشيعة يقبل خبر الآحاد، يعني خبر واحد جاي يقبله، وربما الضعيف حتى في أمور العقيدة فضلا عن الفقه والحلال والحرام، هذا سابقا كانوا، ولكن تطور حركة الفقه عند الشيعة دفعت العلماء إلى تصنيف الأحاديث وتنقيتها وتجذيبها وتهذيبها، فنشأت المدرسة الأصولية التي بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، وقد نجحت في جوانب وعجزت أو فشلت في جوانب. بالحقيقة نجحت يمكن بالفقه، ببعض مسائل الفقه، وعجزت في العقيدة وفي هاي الأدعية، أو لم تبحث في العقيدة أساسا، استمرت بالتقليد يعني، أو فشلت في جوانب. ومن الجوانب التي فشلت فيها أو أهملتها هي الأدعية والزيارات باعتبارها لا تمس دائرة الحلال والحرام، وأنها من السنن، وأتسامح في أدلة السنن. وإذا كانت قراءة الأدعية والزيارات من السنن، فإنما تحتويه كان يمس دائرة العقيدة والأصول، ولذا لم يكن يجوز تركها بلا تحقيق أو تمحيص. لكن هذا العلماء اللي رووا الأدعية وكذا كلهم متسامحين، فلذلك يجون ناس يبنون عقائد الغلو والكفر بالله تعالى
على أساس هذه الأدعية المزورة الباطلة المدسوسة في تراث أهل البيت. وإذا ألقينا نظرة على كتاب مفاتيح الجنان لوجدناه يزخر بكثير من الأحاديث والأدعية والزيارات الموضوعة التي تحتوي على أباطيل، وبعضها أضيف إليه بعد وفاته، مثل حديث الكساء اللي هو حذر من عنده، قال لا تضيفون عليه، اجوا ناس أول شيء طبعوه ملحق بعدين خلوه بنص الكتاب، صار أنه كأنه هذا شيخ عباس القومي هو راوي هذا الحديث، وهو رفض، حذر منه ورفض تضمينه في كتابه. وأنا ذكرت بالتفصيل الأدعية اللي مدسوسة ومناقضة القرآن في كتابي، وإن شاء الله ذكرتها في محاضرات أخرى سابقة، وإن شاء الله قد نذكر بعض الأدعية وزيارات الباطلة والمدسوسة من الغلاة في ثقافة أهل البيت وفي ثقافة الشيعة العامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.